السلام عليكم. رح نعرض بهذا الفيديو مادة الحاسوب الصف التاسع الدرس السابع ربط الصفحات والمواقع وإضافة الوسائط الصوت ومقطع الفيديو. تعرفنا يا تاسع في الدرس السابق بأنه أو بالدروس السابقة بأنه لغة ال HTML تسمى لغة توصيف النص التشعبي، وعرفنا أنه النص التشعبي هو نص بظهر بصفحة الويب عن طريقه يمكن التنقل بين صفحات الويب. بهذا الدرس بدي يعرفنا على الارتباط التشعبي الهايبر تكست، وهي طريقة تسمح لمتصفح الانترنت الانتقال بين صفحات الويب عن طريق النقر على الارتباط التشعبي المتمثل يا إما بكلمة أو صورة، ويتغير مؤشر الفأرة عن طريق النقر على الرابط التشعبي ليصبح على شكل يد. وهون حتى نضيف على كود ال HTML وسم الارتباط التشعبي ويظهر النص عندي بالصفحة، رح نستخدم الوسم اللي هو الـ A. هذا الوسم أيوه بهذا الشكل يظهر، شكل وسم الارتباط التشعبي يستخدم لربط صفحة الويب بصفحات الويب أو المواقع الإلكترونية الأخرى. فإحنا هون ما مش بس إنه بنقدر نربط صفحة ويب بصفحة ويب، ممكن أربط صفحات الويب كلها ببعضها وأربط المواقع الإلكترونية لحتى تتشكل عندي الشبكة العنكبوتية. فهون عندي وسم الارتباط التشعبي، إما بستخدم في نص أو صورة. فعند النقر على النص بنقلني لصفحة أخرى، أو لما أنقر على الصورة رح ينقلني لصفحة أخرى. ومن الخصائص المرتبطة بهذا الوسم خاصية المرجع، وهي أهم خاصية، حيث من خلال هاي الخاصية يمكن عن طريقها تحديد اسم الصفحة أو عنوان الموقع الإلكتروني اللي بدي أرتبط فيه أو لا، اللي رح يحدث الارتباط به. أول مثال عنا من الكتاب صفحة 48 اللي هو إضافة موقع وزارة التربية والتعليم بوصفه ارتباطا تشعبيا لجملة اضغط هنا. فالمثال بدي أعمل أنا وسم ارتباط تشعبي، حيث من خلال هذا الوسم عند النقر على جملة اضغط هنا ينقلني لموقع وزارة التربية والتعليم. هاي هون موضح عندي كيفية كتابة الوسم. فتحت الوسم A، كتبت الخاصية href اللي هي الهايبر تكست ريفرنس، اختصار لهايبر تكست ريفرنس، بعدها إشارة اليساوي زي ما تعودنا كيفية كتابة الخاصية يساوي، وقيمة الخاصية بالدبل كوتيشن. فعند الضغط على جملة اضغط هنا رح ينقلني لموقع وزارة التربية والتعليم. طيب لو جينا هون على كود تم كتابته لتوضيح وسم الارتباط التشعبي، طبعا هاي الصفحة عنا بتحتوي على الوسوم الأساسية اللي تعودنا عليها، نكبر الخط لحتى تكون الصورة أوضح. الوسوم الأساسية اللي تم التعرف عليها الوسم الأساسي HTML، وتم تسكير الوسم لأنه لكل وسم بداية وسم نهاية. بعدها عنا وسم head اللي كتبنا له البداية والنهاية وكان داخل وسم التايتل، وتم انه كتابة موقع مواقع مهمة، فرح يكون عندي عنوان الصفحة مواقع مهمة. لو رجعنا على صفحة الويب هاي نلاحظ ظهور العنوان مواقع مهمة، كل هذا شرحناه في السابق. طيب نجي لوسم بادي، كتبنا داخله ستايل، خاصية ستايل، وحددنا الباكي جراوند كلر، الباكي جراوند كلر بينك، فرح تظهر الخلفية باللون الزهر، والتكست ألاين سنتر إنه رح تكون المحاذاة في المنتصف. فهي زي ما بنلاحظ المحاذاة في المنتصف لهاي الفقرة، أو بشكل عام لإلهم كلهم رح تكون المحاذاة في المنتصف. طيب بعدها استخدمنا وسم عنوان الفقرة وكتبنا داخله لزيارة الصفحة الرئيسية. بهذا الكود أنا بدي أزور الصفحة الرئيسية لجوجل، فأنا لما أنقر على جملة اضغط هنا رح أنتقل لموقع جوجل. فكتبنا بداية وسم A اللي هو وسم الارتباط التشعبي، والخاصية الريفرنس الهايبر تكست ريفرنس، إشارة اليساوي الدبل كوتيشن،
بعدها كتبنا عنوان الموقع اللي بدي أنتقل عليه. فهون أنا أي عنوان موقع، أي موقع بدي أنتقل عليه بكتب عنوان الموقع. أنا هون حددت HTTP، العنوان عملت له كوبي لهو موقع الجوجل google.com. بعد ما سكرنا وسم الارتباط التشعبي حددت النص اللي لما أنقر عليه رح أنتقل لهذا العنوان. فهون أنا حددت النص، اضغط هنا، هون فري، أنا بقدر أكتب أي نص أنا بدي إياه لحتى أنتقل لهذا العنوان. طبعا وأكيد أغلقنا وسم الارتباط التشعبي نفس طريقة إغلاق الوسوم السابقة. فهون لما انتقلنا للصفحة نعمل فايل سيف، نرجع لصفحة مواقع مهمة، نعمل ريفرش، هاي في عنا وسم اضغط هنا أو جملة اضغط هنا، لما أنقر على جملة اضغط هنا رح ينقلني للصفحة الرئيسية لجوجل. طيب أنا ضغطت على اضغط هنا على جملة اضغط هنا فنقلني للصفحة الظاهرة أمامنا اللي هي الصفحة الرئيسية لجوجل. تمام، احنا حكينا بالسابق انه ممكن نضيف الارتباط التشعبي اما عن طريق نص او صورة. بالسطر هذا تعرفنا كيف نضيفه عن طريق نص اللي هو اضغط هنا، فأنا لما أنقر عليها رح ينقلني لصفحة الويب اللي ربطتها معها، العنوان اللي حطيته هون عنوان الصفحة. طيب عن طريق الصورة كتبنا وسم الارتباط التشعبي والخاصية H reference، الهايبر تكست reference، إشارة اليساوي، الدبل كوتيشن، هون عنوان الموقع اللي بدي أعمل عنوان صفحة الويب اللي بدي أربطها مع صفحتي، فهون أنا اخترت google.com، موقع google.com. بعدها هون ببلش عندي كيف بدي أضيف الصورة. بدي أضيف الصورة من خلال وسم الإيمج، وعرفنا وسم إيمج بالدرس السابق بأنه ذات الإغلاق، ما في عندي وسم بداية وسم نهاية للإيمج، بغلق الوسم بنفس وسم البداية. فهون أنا أغلقته بباك سلاش بالنهاية. بعدها كتبت السورس، خاصية السورس اللي هي أهم خاصية تعرفنا عليها بوسم الإيمج، مصدر الصورة، بحدد فيها موقع الصورة اللي بدي أضيفها لصفحة الويب. فهون أنا حاطة الصورة عندي في البيكتشرز google.png، كلمة جوجل هي الصورة هاي هي اللي رح أضيفها، فحددت موقعها داخل كود ال HTML، سي يوزر موقع الصورة بالتحديد، وأغلقنا الوسم. بعدها أغلقت وسم، ما بدي أنساها، أغلق وسم الارتباط التشعبي، يعني وسم بداية وسم نهاية. فلو نيجي على صفحة الويب بنلاحظ إنه عندي ظهرت صورة جوجل. طيب هون مش بس ضفت الصورة، أنا بس أنقر على الصورة رح ينقلني لصفحة الويب الرئيسية، الصفحة الرئيسية لجوجل. نقرت على الصورة فظهرت عندي صفحة جوجل الرئيسية. هيك بنكون خلصنا موضوع كيفية إضافة الارتباط التشعبي. رح نكمل إن شاء الله بالجزء الثاني إضافة الوسائط، كيفية إضافة ملف صوت وكيفية إضافة فيديو لصفحة الويب.